مع استمرار المعارك في مدينة الموصل، واصلت القوات العراقية تقدمها في المنطقة القديمة آخر معاقل تنظيم داعش غرب الموصل، فيما فجر انتحاري نفسه وسط جمع من المدنيين الفارين، ما أسفر عن مقتل 12 منهم، في وقت أكدت قيادة الشرطة الاتحادية أن قطعتها توغلت 150 مترا من المحور الجنوبي، وحققت التماس مع القطعات المتوغلة من الغرب في اتجاه عمق المدينة القديمة، فيما تواصل كتيبة الهندسة الميدانية بإزالة الألغام التي زرعها عناصر التنظيم لإعاقة تقدم القطعات باتجاه شارع الفاروق والسرجخانة، فيما أظهرت خريطة نشرها المكتب الإعلامي للقوات العراقية أفرادا من جهاز مكافحة الإرهاب وهم يتقدمون في شارع الفاروق من الشمال إلى الجنوب وفي شارع نينوى من الشرق إلى الغرب، ويتلاقى الشارعان في قلب المدينة القديمة، وعندما تصل القوات العراقية إلى هذه النقطة سيعزلون حينها عناصر داعش الباقين في 4 جيوب منفصلة. ويوجد أكثر من 100,000 مدني نصفهم أطفال في منازل قديمة متداعية في الحي نفسه ويعانون نقصا في الغذاء والمياه والعلاج. إلى ذلك أكدت منظمات الإغاثة الإنسانية أن أكثر من 100,000 مدني محاصرين، التنظيم منع الكثير منهم من المغادرة مع استخدامهم كدروع بشرية، وقتل مئات من المدنيين أثناء فرارهم من المدينة القديمة في الأسابيع الثلاثة الماضية. وتعد منطقة الموصل القديمة التحدي الأبرز للقوات العراقية في حملة استعادة المدينة بسبب أزقتها الضيقة والمتشعبة، ما يجعل المركبات العسكرية عاجزة عن دخولها فضلا عن اكتظاظها بالمدنيين. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد.